لو الحكاية فيها إن فيتو حبينا خلصنا الملح خلصنا الوقود خلصنا المشال خلصنا تمام نخش بقى على إيه على المصاريف الشهرية وكيل يا ريس وكيل عامل شاه من البرود اللي حضرتك ما اتكلمتش فيها زي ايه؟ نقل الدقيق لوحده والمشال لوحده ومصاريف اخرى كلها مجموعه اربعه حد عنده مصاريف تانية زياده يعني؟ لا الكهرباء اللي عنده مصاريف زياده تقول لي البرود مش هتبقى زياده ما تشيلش شوف يا حبيبي بالرحمه اتفضل قلنا نعمل لو سمحت قلنا نعمل زي المشاهد الوهبه اللي بتدفعها في المطحن الوهبه اللي بتدفعها فين؟ في النقل لو طلعت العجان بتاعك ولا الخراب ولا الطولاني ولا اي حد الاثنين اللي طلعوا عشان ينزلوا دول انت برضه لازم تراضيهم ولا مش هتراضيهم؟ يقول لك انا ضهر وجعني ما اقدرش لكن لما تقول له خد يا ابني جوز الناس دول وتعالى ما زال بابوك تمام؟ نخش على التكاليف الشهريه. عندنا اول حاجه المخبز. متوسط الايجار في المخابز كام؟ انت قلت واحد سيد. الطريق اللي خارج من مسرح الحريه والسلام وسعوا له الطريق. يلا يا عمك. عندنا مخبز الايجار الشهري كام؟ يلا ناخد متوسطات ها؟ طيب ماشي. يا عم سيد 3000 لا يا عم ولا ها؟ من 2000 ل 3000 حاج عطيه 3000 حاج احمد عم الحاج حلمي عم عاطف 3000 متوسط 3000 جنيه 3000 حلمي وزملائك في بورسعيد وباسكندريه واسماعيليه 3000 متوسط الايجار الشهري 3000 يا ريس ها 3000 شكرا جزيلا احنا جايين الايجار يعني هو زي برضه عشان ما نزعلش صدقي احنا قلنا معايا اتفضل يا حبيبي من 3 ل 2 يعني انا كنت عامل 2.5 10 جنيه شويه يا حاج بس خمسه تبقى ب 1500 خد 10 ناخد متوسط هي هتبقى 10 على 8 يا ريس احنا قلنا المتوسط 8 تشغيل 10 على 8 يبقى 80 جنيه في اليوم في 30 ب 2400 جنيه يبقى 2500 متوسط وخلاص متوسط 2500 خليك كلام عبد الله 2500 ماشي 2500 ايجار شهري يبقى القاهره زيها زي ايه؟ زي سوهاج وزي اسيوط وزي دمياط كده كام متوسط عندك يا شريف؟ انا عندي في فين مخبز اجر 7000 جنيه في الشهر ايوه وفين 5 وفين 3 وفين 500 جنيه لسه من يعني نمشي على 2.5 ما تقسمش من اعلى للاقل يا حاج اتفضل من اعلى للاقل ما تنسبش عشان ما نظلمش حاجه فيتو بقى ولا ايه؟ انا فيتو حاج عبد الله اما انا دايما معاكم بقالي سنتين ماشي فاحنا بناخد ايه متوسط كذا حبيبي طبعا حبيبي ربنا يخليك يا حاج ما حرمناش منك ابدا والله مالك رومانسيه في الشعب العربي 2500
لو سمحت. ايوه 2000 ونص. احنا يعني نقول 8 جنيه ايجار للشوارع. قصاد او 8 صحيح عندي حدود دي. عندي حدود ماشي؟ بقول لك انا بشتغل لك في الدولة. لما يبقى 2500 جنيه في الشهر 80 ما كان في اليوم؟ 80 ها؟ 80 على كام؟ على الشوالي بكام؟ 8 جنيه ها؟ 8 جنيه معاك يا ريس والله معايا ولا هو مديك في مش خلصنا من الإيجار؟ 8 جنيه ريس ولا 8 يعني حدود 8 8 8 ونص زي ما تطلع زي ما تطلع خلاص اتفقنا على 2000 ونص وزي ما تطلع في الحسابات بالنسبة للكهرباء فيكو